نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامي حسام الدين حسين. مساء الخير. مساء النور عليك يا رغدة، مساء النور أميرة، مبسوطين نكون معاكم في حلقة نهاية الأسبوع. مساء الفل يا حسن. مساء الخير دينا، وحشتيني كالعادة. مساء الخير عليكم، والتحية مشكورة طبعا لكل فريق التاسعة. يعني اولا حضوركم رائع وجميل وبنسعد معاكم دايما، ويمكن التاسعه لما بتكون متواصله ما بيننا وما بينكم قد ايه المشاهد بيكون مستمتع بتفاصيل كثيره. خلينا نتكلم عن الموضوع الابرز يمكن على مواقع السوشيال ميديا، عن حاجه بسيطه قوي ولكن بتنم عن الانسانيه اللي جوانا كمصريين. القطه الشهيره في دار القطه المصريه، وقد ايه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلا حاولوا ان هم يعملوا حملات بمحاسبه الشخص اللي قرر ان هو يتخلص منها ويسممها بسبب انه كانت جعانه، وقدم لها حتى خير المفروض انه علبه فيها اكل يحط فيها سم. قد ايه كانت قاسيه جدا والناس تفاعلت مع ده. ده النهارده واحد من الموضوعات اللي هنتكلم عنها، وبشكرك يا اميره انك بداتي بيه وفكرتينا بيه، لان هو الحقيقه هي مش بس عشان القصه دي او الحادثه دي، لكن عشان هي بتشرح حاجات كتير في السلوكيات اليوميه اللي مهم ننتبه ليها. اعتقد انه ده هيكون جزء مهم من كلامنا النهارده. فليه اللي ما تابعش اللي بتقوله اميره ده مهم، وقد يبدو زي ما هي بتقول كده بخجل انه وكانه قصه تتداول على السوشيال ميديا مش حاجه مهمه، لكن الحقيقه هي حاجه مهمه جدا طبعا، مرتبطه بينا وبحياتنا وبشخصيتنا وبثقافتنا كمصريين يعني. بالتاكيد. خليني اقول لك كمان انه هي فعلا قصه حزينه، لكنه في يعني بادره امل فيها المره دي، لانه معالي الوزيره وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم قررت تشكيل لجنة للتحقيق في ده، واحنا ما شفناش تحرك بهذا الشكل قبل كده يعني على صعيد حكومي أو على صعيد رسمي، لكنه بالتأكيد بيعطي رسالة مهمة جدا جدا. في أصداء، عفوا يا رغدة، في أصداء ما بين ناس تقول يعني نتحرك عشان خاطر قطة، وفي ناس تانية شايفة أن ده حاجة إنسانية كبيرة جدا، لأن اللي اتعمل في قطة ممكن يتعمل في إنسان أو مجموعة من البشر يعني. يمكن ده ليه لخصتيها صدقين يعني حقيقي. طيب إحنا عايزين نتكلم عن الكورونا، لأن أكيد هيبقى في مجال النهاردة أن أنتوا تتكلموا فيه النهاردة في الحلقة، يعني مع إعلان منظمة الصحة العالمية بأن النسخة المتحورة من فيروس كورونا هي اسمها دلتا، يعني دي هتكون هي السلالة السائدة في العالم أعتقد، يعني بسرعة انتشارها هي سريعة الانتشار، فده يخلينا أن إحنا نأكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونسرع في عملية يعني طبعا أن إحنا نطعم ضد فيروس كورونا. ده كمان رغدة قصة ثانية، وكأن الكورونا بيتعمل لها ريبراندنج أو إعادة تسويق، ودي حاجة مخيفة بالنسبة لي. يعني إحنا في بلاد بتحتفل، تعرف يا حسام كاليفورنيا احتفلوا بخلع الماسكات لأن معظم الناس اتطعمت، في بلاد بتحتفل بانتهاء كورونا واحنا لسه بنتكلم في تسويق وترويج جديد لرعب جديد. احنا هننتظر الايام هتقول لنا. بس خلينا برضو نبص للحته الايجابيه، يعني احنا برضو عارفين بقالنا فتره انه هيحصل تحورات، وكل مدى بيحصل تحور او طبيعه انتشار الفيروس طبيعه الخلقه بتاعت الفيروس كده، وبالتالي يعني هنتوقع كل ده، لكنه عندنا امل انه الجرعات التطعيم شغاله في مصر على مستوى كبير وعلى مستوى العالمي، فنتمنى انه مع اخر السنه نوصل ل 70% بالكره الارضيه، وده هيحقق اكيد نقله نوعيه في مواجهه الفيروس. احنا هننضم لقائمه المتابعين والمشاهدين، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لك حسام، بالتوفيق. انا بشكرك يا اميره وبشكرك رغدة، وشكرا على الموضوعين اللي اكيد هيكونوا جزء كبير من كلامنا النهارده. وحلو ما تيجوا نكمل بس نبتدي مع نشكركم شكرا جزيلا، ونبتدي مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسع.